المرات اللي فاتت، ولكن خدوا بالكم يا شباب من حاجه. اللي فات ده تاريخ، تاريخ بمعنى اتكتب خلاص في التاريخ، لكن اللي جاي هو الاهم. ودايما اللي بيحقق بطوله النادي الاهلي ما ينفعش يبقى رقم اثنين، لازم كلكم تبقوا فاهمين كده. النادي الاهلي دايما رقم واحد، وانتوا في الملعب وانتوا بتلعبوا دايما خلوها في بالكم، الاهلي يعني بطل، الاهلي مش حاجه تانيه. البطوله زي ما هي بتسعد ملايين الناس، في بعض الناس ممكن تكون ازاي بقى انا يعني اجيب البطل دوت، ازاي ان انا احرج البطل ده، ازاي ان انا اكسب البطل ده. ده طبيعي، ده طبيعي ان يكون في منافسه، الناس كلها خلاص عايزه تنال من البطل، وده قدركم، ده قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره هو رقم واحد، هو صاحب الارقام القياسيه، هو البطل الدائم ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله. فدايما في ناس تانية انا بقى عايز اكسر البطل ده، اللي يكسر البطل مره ده بالنسبه له انجاز، بالنسبه له انجاز. فانتوا خدوا بالكم، اللي فات خلاص زي ما قلت تاريخ، والتاريخ ده اتحط في تاريخكم وتاريخ ناديكم، لكن خلاص اللي جاي اهم وابقى، واللي جاي عايز منكم مسؤوليه اكبر، وعايز منكم تضحيات اكبر، وعايز منكم مجهود اكبر. لان انت خلاص اللي خد البطوله الفتره اللي فاتت داخل بعد بكره يلعب كاس مصر، وهيلعب بطوله ثانيه. كل الفرق الثانيه عايزه يعني عايزه تنزل بالبطل ده. فانتوا هتلاقوا صعوبه، الفرق لما بتلعب بعض غير ما تلعب النادي الاهلي. الموضوع مختلف، كل الناس طمعانه انها ازاي يعني يبقى هو ده الماتش بتاع او ده هي المباراه بتاعت الموسم يعني. فانتوا خدوا بالكم بقى مسؤولياتكم بقت كبيره جدا. كل ما بتحققوا حاجه كويسه المسؤوليه بتزيد، مش المسؤوليه بتبقى يعني بتبقى اسهل، بالعكس بتبقى اصعب. اللي جاي ان شاء الله بمجهودكم وبحبكم لبعض وعلاقاتكم باجهزتكم الفنيه والاداريه، اعتقد ان الامور تبقى سهله. ومن اقتناعكم من جواكم كلكم ان النادي الاهلي يعني روح الفانيلا الحمراء، النادي الاهلي لازم نثبت للناس كلها قيمه ومعنى النادي الاهلي. وده شيء في ايديكم انتوا النهارده، احنا كمجلس اداره او اداريين او فنيين احنا بنحاول نقدم لكم ونحاول ان احنا نوفر لكم الامكانيات الكويسه. انتوا الواجهه، انتوا اللي بينزل الملعب وبيلعب باسم النادي الاهلي هو الواجهه. اللي بيلبس التراك سوت ده او التيشيرت دي هو ده الواجهه بتاعت النادي الاهلي. عليكم مسؤوليات كبيره جدا، لان كل الناس بتتفرج عليكم. والفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون لينا يعني بنفكر ازاي مع القناه بتاعت النادي الاهلي يكون مبارياتكم باستمرار موجوده ان شاء الله. طبعا لسه موضوع القناه ده لسه هندرسه كويس، لكن ان شاء الله لازم يكون عين القناه موجوده في كل مكان وكل لعبه في النادي باذن الله. حتى النهارده لما الناس كلها بتتفرج عليكم سلوككم في اللعب محسوب علينا وعلى النادي الاهلي، روحكم اللي بتأدوا بيها محسوب عليكم وقبليكم على النادي الاهلي. وعايزين ندي نماذج، ودي حاجه لازم تاخدوها، انا شايف برضه شباب صغير موجود ده كويس. انتوا كلنا كده، كل الموجودين في القعده دي عليهم مسؤوليه كبيره جدا للاطفال الصغيرين وللناس الصغير. انتوا اللي بتعلموهم دلوقتي، الناس كلها بتتفرج علينا، الاطفال الصغيره بيتفرجوا عليكم من بره دولت، عايزين يعرفوا يعني ايه قيمه النادي الاهلي. انتوا النهارده بالمباراه اللي بتأدوها وبسلوككم وبايمانكم بانفسكم وبناديكم، اعتقد ان شاء الله تدوا مثل كويس جدا جدا للناس الناشئه بتاعتكم، وتدوا سمعه طيبه جدا في مصر اللي هي سمعه النادي الاهلي، اللي هي الناس كلها الحمد لله رب العالمين بتفخر، الناس تفخر ان هي موجوده تحت لواء النادي الاهلي وانها بترتدي الزي بتاع النادي الاهلي. فانتوا النهارده زي ما بقول لكم بطوله خلصت او انجاز خلص،
هتكلموا بعضكم خلاص، ده هيتحط في التوريق، ده هتحكوا هيتحكى عليه، لكن اللي جاي هو ده اللي بقى فيه صعوبه للناس كلها. زي ما قلت لكم عايزه ازاي تكسر البطن ان شاء الله، بعزيمتكم وبروحكم وبادائكم وحبكم لبعض كل فرقه يعني. اعتقد ان شاء الله هنفضل باذن الله على المقدمه في الصفحه. عايزين نعمل القعده دي، احنا كلنا قاعدين مع بعض النهارده الاسره الواحده، اسره الناس الاهل، لازم نعيد ده. وانا بقول لكم الكلام ده يمكن انا كرياضيين، بس في ناس طبعا اكبر مني موجودين وتاريخهم اكبر مني في النادي موجودين. احنا واحنا صغيرين احناش صغير كنا بنعمل كده، ان احنا القعده دي وبناخد نصايح من الكبار. والكلام انا بقوله دوت مش بقوله انا يعني انا بفكر فيه، انا سمعته، انا برضو سمعته. عشان كده احنا لازم نسلم بعض، عشان كده بقول لهم مسؤولياتكم انتوا تجاه الناس ان شاء الله الصغير اللي طالع باذن الله. احنا دورنا نحاول بقدر الامكان نوفر لكم كل الامكانيات اللي ممكن تخليكم يعني تأدوا احسن اداء ممكن باذن الله. وانتوا دوركم تحافظوا على ناديكم وتخلوا دايما ناديكم نمره واحد، ودايما تكونوا قدوه للناس الصغيرة. دي الادوار اللي احنا كلنا بنمشي، كلنا زائلون. النادي الاهلي هو اللي باطل، وكل واحد فينا بالحاجات اللي بقول عليها دي يسيبها في النادي. لاختك او لاختك اللي هو في المدرسه الصغيره دلوقتي لازم تكون قيمه معينه، حسبكم قيمه النادي الاهلي. انا بس بتكلم ان انا اول مره نقعد نتكلم مع بعض، مش تبقى اخر مره. انتوا كل زمايلكم الاخرين كل كده كام شهر، كل 3 شهور 4 شهور ممكن نعمل قعده كده. اي حد بيبقى فيه انجاز في بطوله بنقعد عشان نشكره ونقول له ونفكره ان البطوله دي بقت للي جاي بقى اصعب، بس انتوا قدها. النادي الاهلي طول عمره يا شباب يحلم ان هو يكون بطل وبين ابطال. النادي الاهلي كنا مثلا بنتكلم زمان بطوله دوري بنحلم بيها وتتحقق. الاهلي بيبدا يحلم بطوله افريقيا تتحقق. الاهلي بيحلم يلعب في بطوله كاس العالم للانديه تتحقق. بتتحقق ليه؟ بقوه وعزيمه وروح النادي الاهلي لازم كلنا نشعر بيها وكلنا ان شاء الله نحافظ عليها. مسؤوليه كل واحد فينا اداري فني لاعب مسؤول في النادي موظف في النادي عامل في النادي، كلنا بنتكلم لغه واحده، لغه الفانيلا الحمراء، لغه قيمه النادي الاهلي. عايزين كلنا نحافظ عليها يا شباب. مره ثانيه ببارك لكم، الف مبروك. اللي جاي ان شاء الله نبارك لكم برضه عليه باذن واحد احد ان شاء الله، ونشكركم. وان شاء الله بايش اخر لقاء ده هنشوف بعض كتير، سواء في اجتماعات كده او في ملاعبكم باذن الله. نتواجد معاكم ان شاء الله في ملاعبكم ان شاء الله. بشكركم كتير.